حزب الغد بيؤيد ترشيح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لاستكمال الإنجازات. خلوني هنا أخد معانا على التليفون المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. أهلا 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 يا فندم. أهلا سيدي نائب، إزيك؟ إزاي الصحة؟ إيه الأحوال؟ كله بخير الحمد لله. كله تمام الحمد لله، بيبقى حظي دايما كويس لما بنتقابل، وحظي كويس طبعا لما بسمع صوت حضرتك في التليفون يا فندم. الله يخليك. باشمهندس موسى، يمكن هسأل لماذا يؤيد حزب الغد ترشح الرئيس لولاية أخرى؟ يعني إيه أسبابكم وأسباب موضوعية نعرضها أمام الجماهير؟ يعني الحقيقة طبعا يعني سيادة الرئيس إحنا مش محتاجين نزايد على دوره أو هو بيعمل إيه أو عمل إيه فعلا من إنجازات ووضع استقرار كامل لهذا الوطن. أنا شايف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة القادمة فعلا، مش حكاية إن مين يترشح وصاده وما يترشحش، لا، الفكرة كلها مقدرته واستطاعته على التحدي وعمل استقرار في هذا الوطن في المرحلة القادمة. المرحلة القادمة مرحلة صعبة جدا ومرحلة كلها تربصات، وإحنا شايفينها والعالم كله قدامنا وشايفين الاقتصاد ومشاكله وحاجات كتيرة جدا. إنما اللي اتعمل الفترة اللي فاتت هو قاعدة كاملة لمرحلة قادمة، مرحلة قادمة تتطلب وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمالها وعمل الإنجازات المطلوبة. إحنا كلنا متكاتفين معاه فعلا وعايزين استقرار لهذا البلد وعايزين نقوم بدورنا الوطني الفعلي المطلوب. إحنا عايزين نتصدى لكل اللي بيحصل حوالينا ونقف وقفة رجل واحد خلف هذا الرئيس القومي الوطني اللي الناس فعلا شهدت وشافت أدواره الفعلية اللي قام بيها. احنا مش هنتكلم على افكار غير قابله للتنفيذ، احنا شايفين مشروعاته كلها تمت ازاي وشايفين وعارفين اقتصاديا المرحله القادمه فيها ايه. المرحله القادمه فيها استقرار فعلي واحنا مش عايزين نتهز بحاجات كتيره. سيادتك كنت بتتكلم حتى على بريكس من شويه، ودي نقطه من النقاط المهمه جدا في المرحله القادمه برضو، ان احنا ازاي نقدر ننمي الاقتصاد ونقدر نتحرك تحرك قوي لتنفيذ الاليات القادمه. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو فعلا مرشح حزب الغد بالنسبه لنا وكل اعضاء هذا الحزب والقبائل العربيه، وانا افخر ان انا رئيس مجلس القبائل العربيه، كلهم متضامنين مع سياده الرئيس فعلا علشان نحاول نبعد غمه التحديات اللي بتحصل حوالينا. احنا معاه وهنقف معاه ومستمرين فعلا بكل قوه في هذا النمط. مما لا شك فينا. بشكرك جدا يا باشمهندس موسى، كل الشكر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وتأييده ده كان يمكن على خلفية تأييد الحزب لترشح الرئيس للفترة أو لولاية جديدة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى.